يسال المغاربه كله تيغا يرحم ربي مسكين اللي جايين بنادم يرحم ربي سامحات اللي جايين بنادم اللي عزان دار المغاربه ولاد الجميع لهم مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائلة درنا مسكين تبعات منا أصل عربة تتبعها لكي ولا العائلان تبعات مسكين بالمأساة إلا القلوب نح نطود الرقيس بزاف فاتي رحم ربي عيسر ربي لجميع ما يسعى لنا الخيرا والإنقاذ نتا تيسر ربي ولا لجلالة الملكة تتا يسعى مليت بزاف تنصر ربي ولا إله إلا الله القدر 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 يغيك مسكين نرى باش يحيو ولكن للاسف الشديد يسكر ربي غليره وخيرنا لا اله الا الله يرحم ربي يسامحات يرزق الاهل الصبر والسلوان. السلام عليكم. مرحبا بالقناه 24. كنتمنوا لهم التوفيق وانا سميتني يا طبيب محمد كنسكن في تيزنيت مدينه تيزنيت والبارحة حقيقة البارحة راه بقى فينا داك الوليد ريان والله ما نسنا واحد لا إله إلا الله ما نسنا والعائلة ديالنا وكاع الناس والمغاربة وجميع الأنحاء العالم راه معاه والله يرحمه والله يرزق المالين الدار ديالو والعائلة ديالو الصغار وكنتمناو ليه فارق الصبر وصافي والله إلا تلفنا بالله قسما لك بالله راه بقى فينا بزاف ولا إله إلا الله ودعم الله وكنشكروا الإذاعة ديالنا. السلام عليكم. الربيع عمس مدينه تزنيت هشام مشتي سيدنا اللي موتنا تي ربي يسر رحمت كلشي من دار تمتات وانا موتنا تي رحم ربي وانا يسير اسير سقر بين حياة اسير سقر بين عمر مقور اواتي تزنيت ايات اتنكولي وربي يسر رحمت سيدنا قدر اسر ربي لموت اتي يموت ربي وليت والدي يقلق لنا التيوين بقى هنا حيبقى كل واحد مسلم لا يحسن العوان بقى مسكين ما لا سلم الدنيا لا يحسن العوان دائم الله نظر على هذا الوليد مسكين اللي الصراحه ماشي هي احنا اللي ترزينا فيه ترزى فيه المغرب كامل الله يرحمه مسكين والله يرزق داويه الصبر والسلوان الصراحه بقى في المغاربه كاملين وماشي هي المغاربه يعني العالم كامل باش يجي العالم بأسره الضامن معاك على واحد الوليد راه نعتبره شهيد ديال المغرب هذا لأنه باش جمع أمة لا إله إلا الله كلها وتجي التعازي من جميع البلدان دار هذا الوليد الخدمة اللي ما قدر يديرها حتى واحد الله يرحمه مسكين الله يرزق والدي الصبر على بركته أحسن إنتماء في مدينة تزنيت وكنخدموا التعازي على القارة عائلته الفقيد ريان بصراحة قافلة كاملين متبعين الأحداث ديالو من الأرض الأول اللي مسكين تم آخر لحظة حتى فرحونا قالوا لنا جبدوا الأخير مسكين اللي راه مسكين توفى وبدأ متعازي جميع العائلة ديالو كبيرة وصغيرة وكنشكروا جميع الإخوان السلطة المحلية وصاحب الجلالة.